حذرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس اليوم السبت سيشهد نشاطا في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 60 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق خاصة المكشوفة. أما ليلا فسيكون الطقس حارا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، وتوقعت الإدارة أن تكون الحرارة العظمى 43 درجة في حين تصل الصغرى إلى 31 درجة مئوية.